هاي الطاولة اللي كانت الطعمي وتشرب، صارت جوعانة وعطشانة لترجع اللمة. الله يهدي البال يا أمي ويفرج همنا، بعدين أحسن ما تعدي لحالك. إيه؟ وليش أنتي ما عم تعدي مع جوزك؟ مروة خدي غازي ونيمي بغرفة منى. لا ما في داعي، هلأ جاي شاهين لازم نمشي. ليرجع بيفرج الله. أم علي. نعم. حطي إيدك معي يا أم علي. بس لخلص الجاليات. الجاليات لمروة، شرفي معي. تكرم. تقبل قلبي. حبيبتي. اهدي يا امي.